كل القوى السياسية والحزبية امبارح أصدرت بيانات وتصريحات رافضة لبيان البرلمان الأوروبي بشأن انتخابات رئاسة الجمهورية. اعتبروا أن البيان هو تدخل غير مقبول في الشأن المصري وبيحمل معلومات مغلوطة عن مصر وعن المناخ السياسي والحقوقي فيها والأجواء الديمقراطية اللي بتجري فيها العملية الانتخابية. عشان نعرف مزيد من التفاصيل معنا على تليفون أستاذ الكاتب الصحفي أستاذ أكرم الأصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع. يا أستاذ أكرم صباح الخير يا فندم. يا اهلا بحضرتك. في البدايه حضرتك بتشوف ازاي بيان البرلمان الاوروبي واللي اعتمد على الاكاذيب والتدخل السافر في شؤون مصر؟ والله هو يمكن وصفه بانه بيان من الدول الاستعماريه السابقه اللي يبدو انها لم تدرك ما جرى من التطور في العالم يعني. واظن الاتحاد الاوروبي حاليا او بعض دوله الاستعماريه السابقه ما تزال متورطه في افريقيا وما يجري في افريقيا الان من اعتداء على حقوق الناس وحقوق الدول وكده. لكن كمان الحقيقه مثل هذه البيانات بيظنوا فيها انها بتساند حقوق او غيره، لكنها بتضر بحقوق الانسان وبتضر بكثير، لانها بيان اولا يخلو من اي منطق او اعتماد على قانون او قانون عام او قانون دولي او اي نوع من القوانين. لانه مثلا بيعلق على احكام قضائيه على سبيل المثال. التعليق على الأحكام القضائية حتى بالنسبة لأي شخص لا يجوز إلا في المحاكم، ثم إنه بيتدخل في قضايا مثلا قضية بين شخصين فيعتبرها أنها قضية حقوق إنسان، يعني في قضايا سب وقذف، في قضايا معروضة أمام القضاء أو أحكام قضايا صدرت، وبالتالي فهي ليست لا علاقة لها بالدولة ولا علاقة لها بالمؤسسات. الأمر الثاني هنا كمان هو عدم إدراك للقوانين، وجرت العادة أن مثل هذه المنظمات غالبا إما بتكون مخترقة أو لها هوى أو بتحاول تلعب دور ما في إنها ما بيحاولوش يقروا المعلومات بشكل كويس أو يستندوا إلى معلومات حقيقية، فبتصدر غالبا بياناتهم في الفراغ أو في الهواء قبل أجوف يعني. لكن بشكل عام مثل هذه البيانات بتضر بالقضايا السياسية، لأنها أولا تدخل في شؤون الدول، الأمر الثاني هو عدم قراءة واضحة للقوانين سواء الداخلية أو القوانين الدولية، الأمر الثالث هو مجرد لعب دور سياسي أو بحث عن يعني أموال أو تمويلات أو غيره. وأظن أنه في مسؤولين في هذا الاتحاد مدانين او متهمين بقضايا فساد ورشاوه وغيره على ما اظن يعني، ما عنديش تفاصيل بالظبط بس ممكن يكون محاوله للتغطية على هذا الامر. بالتالي هو البيان كانه لم يكن وليس له قيمه في الواقع ولا علاقه له طبعا بالعلاقات مع دول اوروبا وغيره، لكن هو بي بي بيكشف مدى الجهل ومدى التربص ومدى خاصة ارتباطه أو تزامنه مع حملات بتنطلق من تنظيمات الخارج اللي هي المؤيدة التنظيمات الإرهابية. والواقع أنه كمان كثير من هذه البيانات بتستند كمان في معلوماتها إلى منظمات حقوقية معروف علاقتها التمويلية وعلاقتها المالية وعلاقتها غيره بالتنظيمات الإرهابية، دي ظاهرة معروفة منذ سنوات، يمكن منصات إعلامية بتدعم الإرهاب ومنظمات تزعم أنها تعمل في الحقوق في حقوق الإنسان، ومع ذلك فهي تعمل لصالح التنظيمات الإرهابية وتصفها بأنها معارضة يعني. فأظن أنه كمان ما يصدر في الانتخابات أو غيره هو استباق، وثانيا يفتقد إلى المعلومات ويفتقد إلى أي نوع من المنطق، وكما قلنا يضر اكثر بقضايا حقوق الانسان. طيب استاذ اكرم، كما ذكرنا يعني كل القوى السياسيه والحزبيه رفضت البيان واعتبرته تدخل في الشؤون المصريه بما انه كمان يحمل معلومات مغلوطه. هنا لابد اننا نفرق بين جزئيه هامه، المعارضه اللي ليها دور وطني والمعارضة اللي ليها أغراض أخرى، لأن هناك مع الأسف من يستغل هذه البيانات تحت فكرة الاستقواء بالخارج. فكرة الاستقواء بالخارج هي يعني بعيدة كل البعد عن حرية الوطن واستقلاله واستقراره في شؤونه الداخلية. الفارق بين المعارضة اللي ليها أهداف وطنية
والمعارضة اللي ليها أهداف غير وطنية، إزاي مهم إن احنا نفرق بينها في هذا التوقيت المهم؟ ده مهم جدا، خاصة في ظل وجود منصات التواصل الاجتماعي الحقيقة، لأنه طول عمر مثل هذه البيانات سواء التي كانت تصدر من جهات أمريكية يعني أو جهات أوروبية كانت دائما بتصدر لأهداف دعم التنظيمات الإرهابية أو غيره، وكثير من هذه البيانات كان يصدر هذا الأمر. الحقيقة تنظيم الإخوان معروف طول عمره أنه أي شيء يضر مصر هم معاه، أي شيء يفيد مصر هم ضده، دي نقطة. بس الأزمة الحقيقية لدى بعض الأطراف في الداخل، أنه جرت العادة أنه الأحزاب الوطنية والتيارات الوطنية المصرية كلها بتدرك بشكل واضح إنها ضد التدخل الخارجي وضد مثل هذه البيانات وضد هذه المنظمات والأماكن والفاسدة التي تتدخل في الشؤون الخارجية. لكن للأسف بعض الأطراف هنا ممن يحملون العقل، يعني مفترض أنهم عاقلين، بيعيدوا نشر هذه البيانات أو تشيرها أو غيره، إما لأنهم تابعين لهذا التنظيم ليتمولوا منه أو غيره، أو إما لفقدان القدرة على التمييز بين ما هو صح وما هو خطأ. ومثل هؤلاء الناس غالبا يمكن في هذه الظاهرة لدى بعض النشطاء أو بعض مدعي العلم والمعرفة للأسف بتحصل كتير، لكن ما الحمد لله أنه عددهم في مصر في الداخل قليل، وأنه أغلب التيارات السياسية الحقيقة بتفرق ده، وكمان بتفرق بين المعارضة وبين تنظيم إرهابي لا علاقة له بالسياسة ومن يحاولون إعادته. يعني هو تقريبا هم دول نفس التيارات، وبالتالي فما نقدرش نفصلهم عن تنظيمات الإرهابية وغيره، نفس الناس دي اللي كانوا بيفرحوا بالتنظيمات الإرهابية بتعمل عمليات ضد المصريين، نفس هؤلاء الأشخاص اللي بيظهروا شماتة حينما يحصل مشاكل اقتصادية وغيره، مش بيقدموا أفكار أو يطرحوا أو غيره، لكن هو النمط ده من التفكير اللي وضعوا فيه العقلية هم تنظيم الإخوان، اللي هو دايما إحنا وإنتوا مصريين وآخرين المصريين. الحقيقة ده واضح جدا في خطاباتهم، واضح لدى أعداد قليلة جدا برغم أن بعضهم درس علوم سياسية أو يزعم أن له مواقف وطنية، لكن الحقيقة دول غالبا أصيبوا بلوسة أو فقدوا قدرتهم أو أنهم لهم علاقات مباشرة بتنظيم الإخوان، وهناك من يسعى لإعادة هذا التنظيم للوجود بالرغم مما مارسه من عداء ومن قتل ومن تدعيم للإرهاب وغيره. كل شكر لحضرتك الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، شكرا جزيلا لحضرتك.